هنا كنيسة القلب الأقدس للسريان الكاثوليك في البصرة جنوبي العراق، والتي تأسست عام 1936. هذه الكنيسة تستقبل يوميا المئات من المسلمين بهدف الزيارة والتبرك في محافظة بدأ أعداد المسيحيين فيها بالتناقص شيئا فشيئا. العوائل المسلمة تأتي لهذه الكنيسة لأسباب عدة، منها الحصول على المراد وطلب الرزق والشفاء، بل وحتى القراءة، وغالبيته من النساء والفتيات. احنا وصغار انه اهالينا ياخذونا للكنائس خصوصا بايام العيد، ونعلق الشموع لنذوره، وما اتذكر في يوم من الايام رحنا الى كنيسه وقالوا لنا هاي الكنيسه بس المسيحيين، او بالعكس كانوا يستقبلونا دائما يعني اخوتنا المسيحيين باحلى استقبال، ولا سيما يعني ايام اللي مثلا كانت الامهات اللي يجوها اولاد ويسوون الدولمه واللي بيها يعني معتناء زايده، خصوصا انها كانت نذوره الى لله سبحانه وتعالى وكهديه لمريم العذراء، لانه تنطي دائما للي يلجئ لها خصوصا من النساء. يعني ما عندهم لا نفاق لا هاي، ارتاح نفسيا عندهم. الشمعه اعطوني مرادي، يعني ما اجيت على شيء اذا ما اعطوني اياه. انا يتيمه، والدتي توفت بولادي، رادت تزوجني مسيحي. كان يعني الهدوء والسكينه والاطمئنان. حاليا انا يعني طالبه بجامعه البصره القرمه قسم كيمياء، والمكان كلش حبيته، فدائما اجي هنا، وحتى دائما اجي هنا ادرس، يعني فاشعل الشموع واجي مثلا اقرا الصلاه، وها يعني احس انه قلبي يرتاح، فالمكان حبيته كلش. القسيس بطرس عبو دعا المسيحيين الذين تركوا البصره الى العوده الى مناطقهم، مشيرا الى ان الكنيسه تستقبل الناس من كل الاطياف بغرض الزياره والدعاء. نحن نستقبل الناس بكل الأصناف، بكل الأطياف، بكل الطوائف، ونحن هون نستقبل يعني أهلا وسهلا بكل الناس اللي يناموا هنا كشبيبة. نتمنى ونسعى أنه العائلات اللي هاجروا بيرجعوا، سواء اللي سافروا لأوروبا أو بلاد المهجر. في البصرة توجد 17 كنيسة، وغالبيتها متروكة بسبب هجرة المسيحيين، فيما تقدر أعداد العوائل المتبقية منهم ب 175 عائلة فقط، والمهاجرين منهم توجهوا صوب أماكن مختلفة، منها عنكاوة في أربيل بإقليم كردستان. تقريبا حاليا 17 كنيسة في البصرة، منها يقام بها قداديس ومنها متروكة لقلة عدد المسيحيين. حاليا كان عدد المسيحيين بالآلاف، حاليا تقريبا 175 عائلة فقط في البصرة، أغلبهم ما عندهم أعمال وظروف صعبة، فرجعوا إلى بغداد أو إلى الشمال قرى المسيحية، أو قسم راحوا إلى أربيل في منطقة عنكاوة بأربيل. رغم الخلافات بين الأحزاب السياسية وصراعاتها ومشاكلها المستمرة، إلا أن القاسم المشترك بين الشعب العراقي هو التعايش والتآلف بعيدا عن التفرقة، وهما تجسده زيارة المسلمين المستمرة إلى هذه الكنيسة وسط محافظة البصرة. مشتاق رمضان، رؤداو.